السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويا ربي هاد لا فيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. معكم بيجا من قناه انسري برودكشن، القناه ديالكم اللي كنتمنى من الله تعالى كل المحتوى ديالها كاين الاعجاب ديالكم. الناس اللي معايا في العائله الصغيره ديالنا كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم. الناس اللي تزادت القائمه في هذه المده القصيره كنقول لكم مرحبا وسهلا بكم، شكرا، راكم نورتوني، شكرا على الدعم ديالكم. اول حاجه غنديرو غادي نصليو على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. عندي فيديوهات قديمه كنت سجلتها قبل الوفاه ديال الاب ديالي، ودابا عاد بديت كنحطها هنا. كما كتشوفوا معنا عندنا الزيتون كحل، غادي ان شاء الله قديت واحد شويه وقلت غادي نشارك معكم في القناه. هنا كما كتشوفوا الزيتون الاسود او الزيتون الكحل كما كنقولوا حنا باللهجه، كناخذوا القدر ديال الزيتون اللي عندنا كنغسلوه مزيان كنخليوه كيسقطر، وكنشفوا عاد تنبداو نقيو منو هاد العويدات اللي كتشوفوا، كنقيو منو الوراق ديال الشجر، كنحيدو شي حاجه الا ما زويناش كما دابا شي زيتونه هكا مضروبه ولا ما زويناش ما نديروهاش مع الزيتون، حيتاش بصح ملي كيتملح وكيبقى راه كيدوم ما شاء الله مده طويله، يعني ما خاصش شي حاجات يعني تخسر الزيتون ديالنا. هكا كما كتشوفوا كنختاروا حبات يكونوا كحلين مزيان اولا هكاك يعني شويه على الكحوله، ويكونوا مزيانين ما مضروبين ما والو. ان شاء الله هنايا غتشوفوا الطريقه ديالي. كما قلت لكم تغسل الزيتون مزيان حيت راه تيكونوا فيه التراب يعني والاتربه، ولا بدا طريقه باش تيتجنى راه ماشي يعني كيطيح في الارض. وهذا كناخذوا واحد هكا يا اما هكا واحد البيدوزه كبيره، يا اما بيدو ديال 5 لتر اللي بغيتو، يا اما شي سطل هكا، وكناخذوا الملحه. يعني هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. هكا كما كتشوفوا معايا الا كانت عندكم ملحه الغليظه كان احسن، هنا عندي غير الملح ديال الطعام غادي نكتفي به. كما قلت لكم السطل اولا البيدو هكا تيكون مغسول وتيكون منشف مزيان، ما خصوش تكون فيه ولو نقطه ماء. تناخذوا هنايا الزيتون وكنبداو نحطوا واحد الكميه ديال الزيتون، وكنديروا شويه ديال الملحه. كما قلت لكم الا كانت عندكم ملحه ديال الطعام ولا الملحه باش تنملحوا ما تكثروهاش بزاف، الا كانت عندكم ملحه الغليظه ما فيها بس غير كثروها راه ما كتشدش في الزيتون. كنستمر هكا ان شاء الله كما كتشوفوا معايا، كندير كميه وكندير عليها شويه الملحه هكا ان شاء الله حتى كنكمل الزيتون اللي عندي كامل. ها نتوما كما غادي تشوفوا واخا تنبدا كنحط الملحه راه ما كتشدش في الزيتون. اللي بغى يعني الزيتون مالح بزاف كيدير كميه كثيره، واللي ما بغاش بحالي هكا تكون غير ملحه قياس وهي هذيك ما تيكثرهاش بزاف. تقريبا كيلو ديال الزيتون كنديروا فيه 3 المعالق كبار ديال الملحه، كنسدو هكا على البيدو تيكون يعني شي غطاء محكم الاغلاق تيكون تيتسد مزيان، سينو كنديروا ليه واحد الفيلم اليمونتيغ وكنخليوه، يا اما كنحطوه في السطح هكا عليه على يعني مقلوب هكا ونبداو ندفعوا نضربوه برجلينا وقت ما تزنا، يا اما كنحطو حدانا هكا في المطبخ اولا في الكوزينه. ومره مره كنبداو مره في يومين ماشي مره مره كنبداو نهزو البيدو كنبداو نضربو به هكا وكنعاودو نحطوه. يعني هذه هي الطريقه، ولا اللي عندكم شي بالكون اللي كان يعني كيبقى هكا كيطيب في الماء ديالو، كاين طرق اخرى يعني كما كتشوفوا كيديروهم هكا في شي خنيشه ولا شي حاجه. وهذا هو الزيتون ديالنا بعد ما دازت مده ديال شهر تماما. كتبت لادات في هذاك البيدو باش نعقل عليه وصافي. ملي تنكب هذاك الزيتون ديالي في الشبكه كندوزو تحت الماء، ما يكونش الماء سخون غير الماء بارد، وكنبدا هكا نغسل فيه مزيان مزيان حتى كيتخلص من هذاك الماء الكحل اللي كينزل منه. راكم عارفين الزيتون الا رقدناه بهذه الطريقه راه تيبقى هكا ملبب ومنفوخه الزيتونه ومحافظه على اللب ديالها، ماشي بحال زمان كانوا الناس. حتى دابا كاينين الناس بزاف تيبغيو يديروه في الخنشه ويتقلوه بالحجر باش كيخرج منه بزاف هذا الماء، وكتولي يعني الزيتونه تتولي هكا يعني ما باقيش تبقى هكا محافظه على اللب ديالها ولا على الداخل هكا منفوخ، تيجي زوين بحال هكا تيكون فيه ما يتكال. كما كتشوفوا تسقطرات مزيان مزيان الشبكه، كنت حاطه حدايا في الكوزينه حتى تسقطر على خاطرو. غنحطو هنايا في هاد اللاطه ديال الفران، جاني شويه كثير عليها ولكن غادي نخليه يعني وغنطلعو للسطح ان شاء الله.
غادي نخليه تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام حسب ملي كنشوف انا اللون ديال الزيتون تغير تحت الشمس، حيتاش واخا كتشوفوها كتبان لكم بحال باهت، راه الشمس هي اللي كتزيد كتلونه مزيان وكيولي كحل. غادي نخليه في الشمس وغنبدا ندخلو بالليل، يعني ما نخليهش تحت النجوم. هذا مكان هنا كيكون هذا هو الشكل ديال الزيتون بعد ما سبحان الله يعني كتضربو ديك الشمس وكيكحل وكياخد هاد اللون. 3 ايام تقريبا كنحطو النهار وكندخلو بالليل باش ما كيعاودش يعني يندى ويطيح عليه النده ديال الليل. هذا مكان كما كتشوفوا معايا، هذا هو الزيتون اللي وجد عندي بعد شهر ديال الايام كما قلت لكم. وانا ملي كمل 20 يوم انا كنبدا كنحل وكندوق فيه، يعني ملي شفتو حلا عاد وقفت صافي وقضيت به الغرض كما كتشوفوا معايا هكا. ان شاء الله دابا غادي ناخذ واحد شويه ديال نص الكميه ديال الزيتون اللي بغى انه يدير فيه الزعتره، كتجي زوينه. كياخذ واحد الكميه كيدير فيها زيت الزيتون وكيدير عليها الزعتره. انا اصلا يعني ما تاكلوش ليا، راني غير درت واحد شويه دوقت منه الناس وصافي. وكندير عليه زيت الزيتون، لا بدا هي اللي كتعاود يعني كتحميه لينا من انه يخسر، كيجي زوين. كندوز هاد الحبات ديال الزيتون كاملهم في هاد زيت الزيتون، وديك الساعات كنحطها في دوبي كما قلت لكم، يا اما ديروا فيه الفلفله حاره دوك المزيودات الصغار حمرين، ولا الزعتره اللي بغيتي. انا غنخليه غير هكا. وكما كتشوفوا معايا كيصدق الزيتون زوين، كيجي يعني مده شهر تقريبا وثلاث ايام ديال الشمس كيجي زيتون زوين وكيبقى معنا هكا في الدار مده طويله. وعلاش لا ما ندوقوش منه الناس. نتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، الطريقه باش يعني نصبر الزيتون اولا نملحو باش يبقى معايا واحد المده طويله. كانت معكم بهجه من قناه الناصري برودكشن، والسلام عليكم.